السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في وصفتنا اليومية. يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. النهاردة جيت لكم بطريقة أو بوصفة جميلة جدا جدا جدا، هي وصفة وغذاء في نفس الوقت، وصفة للناس اللي هي عندها أرق وتعب، عندها قلة نوم، عندها مجهود بدني، مجهود ذهني، عندها تفكير. التفكير يا جماعة على فكرة صعب جدا جدا لما يكون إنسان مشتت بطريقة معينة أو عنده فكرة لحاجة معينة ويفضل يفكر فيها يفكر فيها، دي بتسبب له أرق رهيب. ده في الحالة اللي الإنسان جسمه بيرهق من التفكير. طب الإنسان اللي هو العامل أو السيدة أو الرجل اللي هو بيشتغل، طب ده مجهود تاني، مجهود بدني، هتيجي تنام ما هيبقاش عندك نوم، هيبقى عندك سهر، مع انك مجهد ممكن تنام بس مش قادر، خلاص الجسم مش قادر ينام، مفيش في راحة، مفيش في استرخاء. بالنسبة للسيدة اللي هي العاملة في البيت، ترتيب وتكنيس ومسح ومذاكرة الأولاد وطبيخ، دوشة 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 كبيرة جدا جدا جدا، مجهود رهيب. جات لكم النهاردة ازاي ان احنا نقدر ننام بكل سهولة، بكل ارتخاء، بكل هدوء، من غير تعب، من غير قلق. وصفتنا النهاردة عبارة عن موزة يومية. بمعنى ايه موزة يومية؟ الناس اللي انا ذكرتهم اللي هي عندها قلق، الناس اللي مش بتعرف تنام كويس، الناس اللي هي حابة تنام من غير تعب، كل المطلوب منهم ان هم يجيبوا موز في البيت، يحتفظوا بالموز في البيت، كل يوم ياخدوا واحدة بس، واحدة بس، بتقطعيها، بتقشريها وتقطعيها وتغليها، بتغليها في المية وبتاخد المية بتاعتها وبتشربيها كل يوم قبل النوم. بس مش معنى كده ان انت ترمي بقية الموزة، لا، ممكن تاكليها برضو بشوكة بمعلقة، تبقى جميلة جدا جدا جدا. الطريقة دي هتساعدك ان انت تنامي بسهولة، انك تنامي بارتخاء، تنامي بهدوء. المغنيسيوم اللي هو في الموز بيدينا اشارة للجهاز العصبي والجهاز العضلي بتاعنا ان هو يسترخي. عفوا يا جماعة ان انا غلطت من شوية، بس في ملحوظة صغيرة كمان عايزة اقولها، ملهاش دعوة بالوصفة اصلا. في قبل كده انا نزلت وصفة بس لاني وانا بصور الكاميرا اتهزت فضحكت، ففي كومنت جالي بيقول انا كنت واثق في الوصفة بس علشان صاحبة الفيديو ضحكت يبقى هي مفيش مصداقية. طب على اي اساس يعني مفيش مصداقية؟ ازاي وانا اصلا في كل مرة بنزل فيها وصفة بكون شايفاكو قدامي؟ يعني انا مش بقف اكلم نفسي او حاطة المايك ومشغلة الكاميرا وخلاص، لا، انا بشوفكو قدامي بالفعل وبعمل لكم الوصفة، يعني زي نجوم صامتة، انا فقط المتحدث. نرجع تاني لوصفتنا النهاردة. السبق وقلت المغنيسيوم الموجود في الموز بيدي إشارة للجهاز العضلي في الجسم ان هو يعمل عملية استرخاء، فبالتالي هتنام بهدوء وبيسر. غير كده وكده لو اي حد مننا مثلا ربنا ما يجيب حاجة وحشة تعب وراح لدكتور بيشتكي مثلا من ركبته، بيشتكي من ظهره، بيشتكي من ألم في فقرات الرقبة، اول حاجة هيقولها له مع العلاج ده كل موز. ليه؟ لان اصلا الموز باسط للعضلات، باسط للعضلات وجميل جدا جدا. فما طبعا مع وصفة النهاردة هيكون فرق كبير، فرق شاسع، هتنامي بهدوء، هتنامي بحاجة جميلة قوي. احنا في موسم الموز يعتبر، يعني الموز متوفر في الاسواق جدا جدا على كترة كمان. ان شاء الله في حلقة تانية هقول لكم ازاي ان انتوا تقدروا تحتفظوا بالموز كده اهو، لو مش في الموسم بتاعه وحافظين عايزين ان انتوا تحافظوا على الوصفة تفضلوا تستخدموها مثلا على مدار السنة. يبقى كل اللي احنا مطلوب مننا علشان ان احنا نقدر ننام بهدوء وبارتخاء، من غير تعب، من غير فكر، من غير اي حاجة، كل مطلوب مننا هي موزة واحدة فقط، بتقشريها كويس وبتغليها، تشربي المغلي بتاع الموز، ومفيش مشكلة لو كلتي كمان بقيتها، يعني اللي هو المتبقي من الغلاء، مع ان انا بفضل انك تغليها وتشربي ميتها، وممكن تهرسي الباقي وتاكليه برضو، مفيش اي مشكلة، علشان نحصل على نوم هادي ونوم جميل. وهابي دريم طبعا للجميع، ويا رب تكون وصفاتي بتعجبكم. انا قدر المستطاع
بقدم وصفات في متناول يد الجميع، يعني الشريحة اللي معاها فلوس وما بيهمهاش المصاريف تقدر تجيبها، الشريحة اللي هي محدودة الدخل كمان تقدر تجيبها، الشريحة اللي هي احنا مش هنقول فقراء، الغني هو الله، لكن مش الشريحة اللي هي مثلا على قدها شوية تقدر تجيبها. فانا قدر المستطاع بنزل وصفات متاحة لجميع الفئات. يا رب يكون وصفاتي بتعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش باللايك، شير لكل الاصحاب، كمان الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.